السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا مرة تانية أبنائي الأعزاء، بنكمل الـ Measuring the Temperature، وخدنا المرة اللي فاتت Importance of Measuring the Temperature to know our body temperature, to check our health condition, to know the weather temperature, to do or to determine your activities, life daily life activities, and to determine the food industries to according to its temperature. النهارده بناخد بقى ولادي what is the device used to measure the temperature. هفكر زمان احنا خدنا devices قبل كده، خدنا ايه البالانس سكيل is a device used to measure the mass، وخدنا السبرينج سكيل it is a device used to measure the weight. النهارده بقى ولادي بناخد device used to measure the temperature. مين هو؟ شايف انا حد بيقول لي اهو ذا ثيرمومتر، صح؟ هناخد الايه؟ ثيرمومتر. يبقى الديفايس يوز ذا تو ميجر ذا تمبريتشر اللي هو ايه؟ ذا ثيرمومتر. يبقى مين يقول لي ايه هو الثيرمومتر؟ من الكلام اهو از ا ديفايس، از ا ديفايس. يبقى ثيرمومتر از ا ديفايس used to measure the temperature. The temperature. طب يا ولادي هل الثرمومترز كلها زي بعضها ولا في different types of thermometer؟ هلا يا ولادي ان فعلا there are two types of thermometer. ايه هما التايبز دي يا ولادي؟ هنقول number two اهي. Types of thermometer. Number A. احنا بنقسم الثرمومتر يا ولادي into two types according to its use. هو بيقيس ايه؟ ماشي؟ فنلاقي عندي في medical thermometer، medical thermometer او نوع عليه clinical thermometer. Number A medical thermometer. Medical thermometer أو ينفع نقول عليه إيه؟ Clinical thermometer. Clinical thermometer يعني ده اسمه الترمومتر الطبي زي اللي شايفينه قصادنا دلوقتي دون، بنقول عليه إيه؟ Medical thermometer، الترمومتر الطبي اللي هو used to measure the human body temperature. يبقى الميديكال ثيرمومتر او كلينيكال ثيرمومتر it is used to measure human body temperature. وده زي اللي احنا ايه شايفينه قصادنا. طب النوع الثاني اسمه ايه؟ اسمه سيلسيوس ثيرمومتر. سيلسيوس ثيرمومتر نمبر بي سيلسيوس ثيرمومتر او ممكن ده اسمه سيلسيوس ده اسم العالم اللي عمله او اللي ابتكر الجراديويشن بتاع الثيرمومتر، فهنا بسميناه باسمه سيلسيوس ثيرمومتر او ممكن نقول عليه سنتيجريد ثيرمومتر. سنتيجريد ثيرمومتر يعني الترمومتر المئوي، ودون it is used وده زي اللي احنا شايفينه قدامنا دلوقتي it is used to measure the liquid temperature. it is used to measure the liquid temperature. ماشي يا حبايبي؟ يبقى احنا النهارده اتعرفنا على حاجتين بسيط جدا. What is the device used to measure the temperature؟ اسمه ايه يا ولاد؟ اسمه ايه؟ ثيرمومتر. Yes, it is a device used to measure the temperature. طب هو كل الترمومتر حاجه واحده؟ قلنا في عندنا two types. Medical thermometer ده بيقيس او الكلينيكال ثيرمومتر هو حاجه واحده.
ميديكال هو كلينيكال، ده ميجر ذا هيومن بادي ايه تمبريتشر. والنوع الثاني اسمه سيلزيوس ثيرمومتر او سنتيجريد ثيرمومتر، وده زي اللي شايفينه قصادنا، وده ايه ات از يوزد تو ميجر ذا ليكويدز ايه تمبريتشر. طب الاستراكشر بتاع اتش 1 طبعا محتاجين نتعرف على تركيب الميديكال ثيرمومتر والسيلزيوس ايه ثيرمومتر. نخلي دي نشوفها المره الجايه، الاستراكشر اوف ذا ميديكال ايه ثيرمومتر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.